صرح السفير بسام رادي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بعقد قمة ثلاثية قريبا بين مصر واليونان وقبرص، وأضاف رادي أن القمة المرتقبة من المنتظر أن تبحث مزيدا من فرص تعزيز العلاقات في مجالات مختلفة من بينها الغاز والطاقة والسياحة، خاصة فيما يتعلق بتنظيم رحلات سياحية بين الدول الثلاث. وأضاف المتحدث باسم الرئاسة أن لقاء الرئيس السيسي مع نظيريه اليوناني والقبرصي الذي تم في إطار الاحتفالية بأسبوع إحياء الجذور أكد على دعم هذه العلاقات وتوسيع التعاون المشترك.